كيفاش نقدروا نخدموا مع شركات، كيفاش نتكولابوراو مع دي مارك، كيفاش نجيبوا دي برودوي. السلام عليكم الدراري، كنتمنى كل شيء يكون بخير، كل شيء لاحسن حال. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون ان شاء الله شويه سبيسيال، غادي نهضر فيه على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، سولني بزاف ديال الناس، كيفاش نقدروا نخدموا مع شركات، كيفاش نتكولابوراو مع دي مارك، كيفاش نجيبوا دي برودوي غراتوي. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرح لكم، وغادي نعطيكم بعض النصائح حسب التجربه ديالي انايا. سو اللي كنتي اول مره كتشوفنا، اضغط لتحت لايك سبسكرايب باش تدعمنا. اول حاجه الدراري هو البلوغ. البلوغ ديالكم هو المدونه اللي غتبقاو تبوستي فيها التصاور ديالكم، هو اللي غتبقاو ديروا فيه لي ريفيو لي بوست للشركات اللي غتطلبوا منكم كولابوراسيون. خصكم تهتموا به بزاف حيت هو الاساس. حاجه ثانيه الدراري اللي كتحتاجوها بزاف، اللي كتحتاجوها الشركات بزاف، هي السوشيال ميديا. وحاليا الانستغرام خاص يكون عندكم، يعني على حسب اي شركه وشنو كطلب، خاص يكون عندكم واحد 10000 ابوني في انستغرام، ويكونوا كذلك تصاور يكونوا بواحد الكاليتي مزيانه، وواحد التيم اللي تتمشيو عليه مزيان. من بعد ما تكون عندكم انستغرام واعر، يعني تكون مطلعين مزيان في انستغرام، غتحتاجوا واحد الحاجه اخرى، يعني خصكم ديك الساعه غادي تبقاو تقلبوا على الشركات، اولا هما غادي يقلبوا عليكم. سو فلهذا اخترت، قلت مع بالي نعطيكم واحد الميساج اللي شويه استعملته على شحال هادي وكان كيجيب لي شركه بزاف، هو هذا. ثالث حاجه الدراري وهي المظهر ديال الانستغرام ديالكم. المظهر ديال الانستغرام ديالكم خاص يكون منظم. كيفاش منظم؟ تكون متبعين واحد التيم، التيم اللي غادي تبعوه يا غادي تكون فاشن، يا غادي تكون ريفيوز، يا غادي دير يعني الكترونيك، يا غادي دير بزاف ديال الحاجات هكا، كاين بزاف. خاص يكون منظم بزاف، وتختاروا شي اف اللي غادي تستعملوه يكون يعني متناسب مع جميع التصاور ديالكم. الحاجه الرابعه والاخريه هي لاباري فوتو ديالكم، يعني الكاميرا ديالكم خاصها تكون واحد، خاص تكون بروفيسيونيل باش يعني تعاونكم في التصاور ديالكم، ما يكونش كارتي طايحه. وحتى الشركات كيطلبوا الكارتي ديال التصاور يكونوا واعرين باش البرودوي ديالهم يبان، و يعني يكون واحد الدخل. الوغ غادي وصلنا اخر فيديو، كنتمنى كل واحد يكون عجبو بزاف في دعاء خير. حاجه تبعوني في انستغرام، كندير لي لايف، لا بغيتو تسولوني لاي حاجه. سو تشوفوا فيديو اخر الدراري، بيس اند لاف.